شكرا لكل من سأل عني. وفي المقدمة الأمير خالد بن عبد الله ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وكل من سأل عني حبيبتي وكل من أبدى مشاعر طيبة تجاهي، أقول الله يوفقكم ودعواتكم وصلت، وربنا ما يسيئكم إن شاء الله. الكرت الأبيض هذا اليوم نرفعه للهيئة العامة للرياضة التي خصصت ريع هذه المباراة لأسرة الفقيد الإعلامي خالد قاضي ولهذه الجماهير الوفية التي حضرت للفقيد. رحم الله خالد قاضي الأستاذ الذي أمضى زمنا طويلا في الرياضة صادقا مخلصا، عمل بكل جهد واجتهاد، ونعتز كثيرا بمسيرتها الطويلة التي يجب أن تكون نموذج لكثير من الإعلاميين الرياضيين. مبادرة ليست غريبة على المعالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الرياضة، وهذا تأكيد أنه الوسط الرياضي وسط متكامل، وسط أكيد أنه فيه العمل للخير والحب للخير، ومثل هذه المبادرات هي تجسد معنى التلاحم. الكل حضر زي ما أنت شايف، يمكن أعداد كبيرة من الجماهير الرياضية حضرت، دعم كبير جدا، كل الشكر بالتأكيد لكل القائمين على هذه الفكرة، فكرة تكريم الأستاذ خالد قاضي من خلال هذا اللقاء، لقاء الأهلي والحزم. ندعو الله قبل كل حاجة طبعا أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. أنا دخلت في حكاية، قلت كانت هي تغريدة، فقلت إحساس على أساس إني أعمل لي يعني الإحساس نص التوقع. قلت عندي إحساس إنه السعودية هتكسب المباراة بهدف، سبحان الله. المرحوم كانت شخصية محبوبة، لم يكن شتاما ولا لعان، اشتهر يعني بالنكتة، قامة إعلامية كبيرة، احنا استفدنا منه كثير وسمعنا توجيهاته كثير. طبيعي ان نشوف ردة الفعل هذه من الوسط الرياضي كامل، من لاعبين، من جماهير، من اعلى الهرم، من معالي الوزير، مرور بإدارة النادي، الجماهير. دائما وابدا الاعمال الخيريه والاعمال التطوعيه والاجتماعيه تعددت المجال الرياضي، فلا نذكر ولا نقول الا جزاهم الله خير. يعني جمهور الاهلي مو زعلان لانه قدم ما هو اهم من البطولات المحليه. اول شيء اللي يقول كاس الملك يحقق 13 كاس ملك وبعدين يكلمني. العظيم ساوي شيء ما كنا نتوقعهم، الله يجزاهم الخير، ونشكر الملك سلمان والأمير محمد ولي العهد والأمير خالد عبد الله وآل الشيخ والأمراء وغير الأمراء والجمهور الأهلي كلهم ما قصر والله. أول شيء الشكر لله سبحانه وتعالى، ثاني حاجة شكر صاحب السمو الملكي خالد بن عبد الله الذي وقف معنا وساندنا صراحة، والشكر لتركي آل الشيخ أبو ناصر، يعني الناس هذول جماهيرهم فوق راسنا ما قصروا معانا، الله يستر عليهم. ادعوا لي يا سلطان ان شاء الله باذن الله. لا تحرموني من دعمكم. لا يا حبيبي ان شاء الله.